السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. بنجاوب على الأسئلة اللي جت تحت الفيديوهات اللي هي فيها أسئلة كتير ونالت عدد كبير من المشاهدات. من ضمن الحاجات، احنا عملنا فيديو اوريدي عن فيتامين بي، وعملنا فيديو اوريدي عن إجابة الأسئلة بتاعت المنشطات الجنسية، وعملنا فيديو عن إجابة الأسئلة اللي جت تحت مسار المني من الخصية إلى الخارج. النهاردة هجاوب الأسئلة اللي جت تحت فيديو تاني اسمه التهاب البربخ، لأن التهاب البربخ ده برضو من الفيديوهات اللي نالت مشاهدات كتير وتحتها أسئلة كتير. فخلينا نشوف الأسئلة اللي تحت هذا الفيديو. ده التذكرة كده ده شكل الفيديو اللي هو عن التهاب البربخ. نشوف الأسئلة اللي جت تحتيه، ننزل تحت عشان نشوف الأسئلة. هنشوف الأسئلة حسب أحدث أسئلة الأول، الأسئلة الجديدة، وبعدين بالترتيب كده الزمني، فنبتدي نشوف الأسئلة الأخيرة. أول سؤال من سلسة. أول سؤال من سلسة بتقول أنا عندي في بيقول من عندي في الخصية اليسرى عروق كتير نازلة من فوق لحد الخصية وحوالين الخصية من ورا عرق كبير وملوي، والخصية ضعيفة وصغيرة بس في عروق كتير جدا. لو في عروق تبقى دي دوالي، هي تبقى شكلها كده زي ما يكون كده الخصية تحت الجلد كده في ديدان، فدي بتبقى دوالي. والحل طبعا انك انت اول حاجة هل هي بتوجع ولا لا، تاني حاجة هل هي مأثرة على الخلف ولا لا. ماشي، ف بتوجع او لا، ولا مأثرة على الخلف او لا. تعرف ازاي مأثرة على الخلف؟ بان انت تعمل تحليل مني وتشوف. لو مأثرة على الخلف على تحليل المني يبقى اذا انت في حاجة الى عمل العملية، بس الأول بتتأكد من التشخيص بأن دي دوالي، بأنك أنت تعمل الموجات الصوتية الدوبلر. هنا معلش سؤال، مش عارف اللي بيكتب كده، أخش على طول على السؤال يعني، إحنا مش قاعدين. أنا عمري، وهنا تاني أنا مين ده بقى، زهرة الربيع. أنا عمري 33 سنة ومتجوز صار لي سنتين، عملت تحليل من 3 أشهر وطلع صفر. واليوم عملت تحليل وطلع صفر، وعملت تحليل هرمونات قال لي الدكتور عندك تلف بالخصيتين والخصيتين صغيرتين، واعطاني علاج لمدة شهرين، وقال لي اذا ما صرت زين ناخد لك فحص الخصيتين ولا احتمال تنجح او كده، أو إذا أكو تلف بالخصيتين أقطع الأمل طول العمر. علما كنت متزوج من 10 سنين، من حوالي 2010، ورزقت بطفلة سنة 2017، يعني بعد الجواز ب7 سنين من زوجتي الأولى. وقتها لم أعمل أي تحاليل، بديت أعمل تحاليل منذ 3 شهور. طب أخونا ده بيقول إن التحليل عنده صفر، المني صفر، ومخلف قبل كده، يعني مخلف من حوالي 3 سنين، كان متجوز قبل كده وخلف بعد الجواز 7 سنين، فعندك احتمالين. طبعا الاحتمال الاولاني ان انت كنت عادي او الخصية بتاعتك عادي وعندك ماني، وبعدين حصل مشكلة عندك او التهاب او التستوستيرون، جراله الهرمون بتاع التستوستيرون انخفض لمرض او لسبب من الاسباب، فبالتالي المني بتاعك ما بقاش يطلع.
ده احتمال. طبعا في احتمال، في احتمالات اخرى يعني، بس مش مجالي، لكن هو الاحتمال الطبي ان انت كنت سليم وبعدين اصبت بشيء ما، مرض ما وكده. ف كون ان انت ما ذكرتش التستوستيرون قيمته قد ايه. لو التستوستيرون عندك ضعيف والخصيتين ضعاف، ممكن تشوف العلاج بالتستوستيرون، وطبعا ممكن تاخد التحليل بتاع الخصية وتشوف هل الخصية فيها ماني، بتنتج ماني ولا لا. لو بتنتج ماني وتحليل ماني صفر، يبقى اذا في انسداد حصل عندك. لكن لو مفيش ماني خالص، يبقى زي ما قلت كده في حاجة، مشكلة حصلت بالنسبة لك، مرض من الأمراض اللي تسببت في تلف الخصية، وبالتالي ما تخصي ما بتنتجش. الدكتور أتمنى، هل ممكن قطع عرق رؤية في قضيب لكي لا ينتصب؟ أبدا، زوجي عمل هيك، هل كلامه صحيح أو لا؟ يعني طبعا واضح إن كلامه مش صحيح، لأن مفيش حد يقدر يقطع عرق يعني. وهيقطعوا عرق ليه يعني؟ هيقطع العرق بتاعه ليه؟ ماشي؟ ومفيش حد هيعمل كده. وبعدين حلها سهل، خدي جوزك ده وروح على الدكتور يكشف ويشوف ايه المشكله. هو في ممكن او يكون جوزك عنده ضعف انتصاب والراجل مستحي، فبيقول لك القصه اللي هي مش مبنيه على اساس دي. بعد كده في السؤال من أبو متعب، عندي ألم شديد في الخصية، مش عارف ليه ما بيحطوش، اللي بيسأل عن ألم الخصية ما بيحطوش ليه تحت فيديو الخصية، يكون أحسن يعني. المهم، ألم شديد في الخصية، ولما ألمسها يزداد الألم، ولما أقف أو أمشي كمان تتعبني، وأحس في ألم فوق أسفل البطن على اليسار مرتفع من بداية الخصية وألم شديد، إيش الحل؟ الحل ان انت بتكشف على الخصية. الالم ده اول حاجة بتشوف الفيديوهات بتاعت الخصية اللي انا عاملها والم الخصية، وفي هناك اجراءات لعلاج الالم الخصية اللي هو ما فيش وراء مرض. اتحسنت خير وبركة، ما اتحسنتش والالم ما زال مستمر، يبقى فيه احتمال قوي ان يكون عندك التهاب في الخصية او التهاب في البربخ، وبالتالي المفروض تكشف وتاخد علاج مضاد حيوي ومسكنات، واكيد بتتحسن طبعا. انا طبعا اجاباتي زي ما انتم شايفين كده مختصره، ومش يعني مش دقيقه في بعض الاحيان، لان ما عنديش معلومات عن الشخص اللي بيتكلم ده، عمره قد ايه، متجوز ولا لا، يعني في اعراض اخرى ولا لا. الاسئله طبعا مقتضبه جدا، وبالتالي الاجابه يعني بتبقى اجابه عامه كده، قد لا تصلح لنفس الشخص يعني، فخلوا بالكم. انا بس اجاباتي دي استرشاديه، لكن انا عشان اجاوب فعلا اجابه صحيحه لازم جميع كل المعلومات. ويمكن طبعا بعض ما بيقدرش يحط معلوماته هنا وبيحب يتواصل على الخاص، فالتواصل على الخاص عندي مفتوح على الواتساب بس بعد الاشتراك. طبعا الاشتراك ده معمول عشان ايه؟ نقنن، نفرق ما بين الجادين وغير الجادين. والتواصل على الواتساب بيحقق نفس النتيجه زي التواصل الشخصي، زي الكشف في العياده عندي بالظبط. اللهم الا الفرق الوحيد لو في حاجه هتتعمل باليد، عمليه او تدخل يدوي، لكن التحاليل بتطلب وتبعت التحاليل على الواتساب، وكل المواصفات اللي انا كدكتور عايزها منك او المعلومات باخدها منك على الواتساب. يعني انت الاشتراك في الواتساب في اشتراك لمده يومين وبعديها متابعه بعد اسبوع، او في اشتراك للحالات اللي محتاجه فتره طويله من المتابعه لمده شهر، وفي اشتراك لمده 6 شهور. وده يعني قايمين بيه، والحمد لله تقريبا اكتر الناس اللي بتشترك وبتتشاور بتجد نتيجه طيبه ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده من ناصر الشهراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي مشكلة في الانتصاب. مشكلة في الانتصاب، شوف فيديو ضعف الانتصاب الأول، وبعدين عندك مشكلة في الانتصاب، كيف علاج؟ والله لو الكلام سهل أو كده كنا يعني، عندك مشكلة في الانتصاب، لا أعرف عمرك ولا متجوز ولا ظروفك، فإزاي ممكن أعالجك؟ لكن هو بصفة عامة مشكلة الانتصاب ليه علاج، ماشي؟ في علاج ليه. ولو عايز علاج عام أعشاب، أنا برشح منتج كده بنروج ليه،
لان اعرفه ومرتاح ليه، والناس اللي خدته اغلبها طبعا مش 100% من الناس مرتاحه، لكن 80% منهم بيجدوا نتيجه يعني مرضيه. فلو عايز تبقى تبص تحت الفيديو وتشوف المنتج ده وتقدر تقرأ التفاصيل بتاعته بالعربي، وبعدين تقدر تطلبه لو حبيت. أخونا حمودي، الله يشافي كل المريض. ماشي يا شيخ، ربنا يشفي الجميع. يوسف كامل، أهلا بيك يا يوسف. يوسف كامل، أنا عندي خراج في الخصية، خراج في الخصية، وفتحوا ونظفوا، دكتور فتحوا ونظفوا وحقن مادة في الخصية سببت انتفاخ الخصية، وللأسف الورم مستمر، والدكتور بيقول هيزول، بس أنا زهقان ومش مطمن، وأنا سألته عن المادة قال دي ميت أكسجين. حقن فيها، حقن مش في الخصية بقى، حقن في الخراج، منطقة الخراج، عشان يعني ما تكونش تاني لتنظيف الجرح. إذا كان فعلا حقن ميت أكسجين فدي بتقعد يومين ثلاثة وبتختفي من الجسم. ماشي؟ لو مستمرة ترجع للدكتور تاني، لأن ممكن يكون الخراج ده ما تنضفش كويس أو ما تحسنش، أو أنت ما خدتش المضاد اللي كتبه لك الدكتور بشكل منتظم، فممكن يكون الجرح قفل والخراج لسه حي، وبالتالي بيكون أيضا صديد داخله وبيتضخم. فده الحل بتاعك. إذا كان مر عدة أيام والحالة ما تحسنتش بترجع للدكتور اللي عمل لك الشغلانة دي، بس ما كانش له لازمة لما ميت أكسجين ولا حاجة، ومجرد تنظيف وتاخد مضاد حيوي مظبوط وحسب الأصول كنت هتبقى كويس إن شاء الله. السؤال بقى التاني ده، البربخ عروق مجتمعة فوق أو تحت الخصية؟ لا، حوالين الخصية، حوالين الخصية بالظبط، موقعه هو بيبقى لافف حوالين الخصية. ماشي، لافف حوالين الخصية زي ما في الرسمة كده اللي موجودة في الصورة في الفيديو، بص على الفيديو هتعرف ان شكل البربخ بيبقى لافف حوالين الخصية وطالع من الخصية انبوبة اللي هي انبوبة البربخ دي، وبتتلفلف كده، وبتستخدم البربخ في الحالات العادية لتخزين المني حتى ينمو إلى الحد المطلوب يكون صالح للقصف. هنا المازن، عندي ألم وورم، ألم وورم في الخصي، عنده ألم وورم في الخصي، وعند مراجعة الطبيب يقول لديك التهاب بالحبل المنوي سبرماتيك كورد، استخدمت علاجات ولم أشعر بالتحسن، تم تغيير العلاج والآن الفترة سنة ونفس المعاناة ولم أتحسن. الاحتمالات يا إما إنك أنت ما يعني ما خدتش العلاج صح، وده في الغالب في الأول، وبالتالي أصبح عندك مقاومة للمضادات الحيوية. وأنا راسلتك ولم تجاوب، راسلتني فين؟ ما احنا أي واحد بيراسلني يا أخوانا بجاوبه، بس هو المشكلة كلها ان الواتس اب باشتراك، ما اقدرش انا افتحها، كنت فاتحها الاول مجانا وبصراحة تعبت يعني. ماشي، لكن بالاشتراك ده حدد جامد قوي قوي، يعني المجاني ده كان كل يوم يجي لي 100 سؤال ولا 200 سؤال، لما عملته بالاشتراك بقى كل اسبوع واحد يشترك، يعني شفتوا الفرق قد ايه. طبعا الكلام ده ما ينطبقش على الناس المقيمين حواليا والمراجعين بتوع العيادة، دول طبعا إذا كان حد منهم بيسمعني دول طبعا يتواصلوا كما يشاءون يعني، ما فيش مشكلة، لكن أنا بتكلم عن الناس اللي أنا ما أعرفهمش ومن آخر الدنيا. والمشكلة كلها طبعا في حكاية التواصل المجاني، إن تقريبا 99% من 200 سؤال اللي بيجوا وقت المجاني كان كلها أنا عملت وأنا سويت وخايف أتعدي من الإيدز، كلها 99% للأسف الشديد يعني، يقول أنا رحت ورحت الوحدة بغية ورحت مش عارف إيه وكلام من هذا القبيل. فيعني مع أن الإجابة على أسئلة الناس دي كلها موجودة في الفيديوهات وجاوبنا عليها 200 مرة،
بس بصراحة 99% من الأسئلة عن هذا الأمر، أنا عملت وسويت ومش عارف إيه تفاصيل إياها دي. تمزق الأوعية داخل أو تحت رأس القضيب بسبب ضغط، ما هو العلاج؟ والله يا أخي تمزق الأوعية داخل القضيب بسبب ضغط، يعني بعد ما تمزقت. ما المشكلة فعلا اللي بيسأل ده فاكر ان انا هنا ورا النت مكشوف عني الحجاب، هعرف كل حاجه، الكلمتين دول خلاص هيخلوني اشوف العضو بتاعه واشوف الورم، والكلمتين دول بتوعه دول خلاص هشوف الموجات الصوتيه، هعمل له موجات صوتيه من خيالي. اخوانا يعني مش معقول كده. يلا مش مهم. المهم يا حبيبي، لو عندك انت عرفت الاول منين بقى ان عندك تمزق اوعيه دمويه؟ ها، وهل التمزق ده يعني هل هي أوعية مهمة؟ وإيه اللي حصل في العضو بتاعك بعد هذا التمزق؟ وإيه المشكلة بالظبط اللي حصلت لك عشان أعرف أجاوبك؟ السؤال الأخير، ولسه إحنا نحاول نجاوب الأسئلة لحد شهر كده. السؤال الأخير، حرارة في حوالين خصية الخصية مرآة مثل مواد دهني وحكة عند لباس داخلي، والله ما واخد بالي. لكن انت لو عندك حكة في المنطقة الداخلية، اول خطوة علاج هي النظافة الشخصية باستمرار بالصابون والمية الدافية، و دي حاجة. الحاجة التانية، اذا ما تحسنتش بسرعة وفي افرازات بتيجي، فاحتمال يكون عندك، إذا كان في احتمال عدوى، فقد يكون جالك سيلان وفي التهابات في المنطقة الخارجية، وده علاجها مش صعب سهل إذا كان، بس المهم التشخيص، يعني المهم التشخيص، المشكلة اللي عندك دي سببها إيه. أنا عندي التهاب في الخصية مع إيه؟ طيب ماشي، عندك التهاب، أوكي يا حبيبي، يعني إيه المطلوب يعني؟ ما مش عارف ايه. السلام عليكم دكتور، عندي ألم بالخصية واحس شلون الكيس جاي تلمسه بألم، ارجو التشخيص والعلاج. ألم بالخصية ما قلنا كتير، يا اما التهاب بالخصية يا اما التهاب بالبربخ، اوكي، يا اما ألم عادي من اذا كان ألم بيروح يجي، يبقى ألم عادي من ملابس داخلية او عاداتك في اللبس وما شابه. والنصيحة تشوف فيديو ألم الخصية وعلاجه الأول، واتبع الخطوات اللي موجودة فيه إن شاء الله تفيدك. وإذا كان عندك، أديني قلت قبل كده إن عندك واتساب وممكن تشترك وبإذن الله تستفيد، بس طبعا ما بنجاوب عليك بعد الاشتراك إن شاء الله. أنا عندي التهاب بالبربخ، هل يسبب تقطع في البول؟ لو التهاب البربخ اتنقل الى المجاري البوليه يسبب تقطع في البول، لان المنطقه دي متصله، ممكن الواحد يجي له ارتاب في البربخ وما ياخدش العلاج المناسب يتنقل الى المجاري البوليه. احمد جميل، هل علي تجنب العاده السريه؟ خلال سنة كاملة ألم البربخ، ألم في البربخ وجي ومشي ولم أخد علاج، فلما مارس العادة السرية أسبوعين الألم البربخ يجي. هي العادة السرية لما الإنسان يمارسها في الظروف العادية وبشكل منطقي، يعني مرة مرتين في الأسبوع، ما فيش مشكلة. لكن لما الواحد يكون عنده التهابات في أي منطقة من جهاز الجنس بتاعه، المفروض انه ما يمارس العادة السرية في هذا الوقت. تحياتي، تورم الخصية الشمال وراح بالعلاج ثم عاد نفس الكلام من جديد، نعمل عزل نخف ارتفاع الخصية الى اعلى. طبعا لما بترفع الخصية الأعلى فبيقل الضغط على الخصية فبيقل الألم، ده شيء طبيعي. ولذلك من ضمن العلاجات هو الكيس بتاع الخصية اللي هو الحزام اللي بنعمله الخصية ده، بيخفف الألم. لكن انت لو
أو ده خطوة من العلاج، ممكن تستخدم كيس الخصية لترفع العلاج لترفع الخصية عشان تتحسن شوية، لكن أنت العلاج التعب بيجي تاني، هل هو خفيف ولا تعب شديد؟ لو تعب شديد وفي سخونة، وفي أحيانا سخونة بتجيك وحمى حوالين الخصية، يبقى إذا عندك الالتهاب مازال مستمر. وبكده يا إخوانا الأفاضل أكون تقريبا خلصت البث المباشر بتاعي، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.